انا هبدا بالاهلي. ماشي، انا عايزه اتكلم عن مباراه امبارح، المباراه النهائيه في مشوار الموسم ده، الاهلي وطلائع الجيش. موسم يعني، او عايزه اتكلم على الامسيه الكرويه بتاعه امبارح تحديدا، مش بس امسيه كرويه رياضيه ولكن انسانيه كمان، طبعا وشفنا فيها لقطات انسانيه حلوه جدا، افتكر ان هي ما اتكررتش قبل كده. شفتها ازاي من الخلفيه دي؟ هو الماتش مبدئيا بس نمرة واحد فنيا انا ما شفتوش. انا برضو احنا كان عندنا مباراة امبارح خلصناها، ايوه ماتش بيراميدز، خلص الماتش يا دوبك وانا مروح برضو اتفرجت على شوية، يعني سمعت شوية في الراديو، شفت الاهداف وشفت شوية حاجات كده، لقطات من المباراة. يعني اداء الاهلي معرفش كان كتوتال الماتش كان عامل ازاي، يعني الماتش كله مش عارف، بس هو كان استمرار للاداء. يمكن انت اتفرجت على الوداد واتفرجت على ماتش اكيد الوداد، هو استمرار لنفس الاداء اكيد. الجيد. وكنت بسمع حضرتك من شويه برضو بتتكلم على القصه بتاعت الولاد الصغيرين اللي صغيرين شاركوا في بالظبط، المباراه، ظهروا بشكل كويس. وانا كنت يمكن شفت اتنين، في تقريبا واحد هو معلق الاسم معاه شويه، العربي بدر عربي تقريبا، بدر، وفي ولد صغير نزل في ماتش، هو ولد صغير شادي قوي كده، شادي شادي ده. انا ده شفت له لمسه تقريبا او لمستين بس، معرفش هو لعب تاني ولا لا. حاجه جميله حكمت يعني عليه. ما شاء الله يعني. وحتى كانوا قاعدين يقولوا تصريحات كده ان في مفاجآت يمكن في الماتش بتاع الوداد، بس تقريبا ما شفناش مفاجآت يعني، كنا تقريبا قايلين حد هيدخل السكور او ممكن يلعب او حاجه زي كده. بس طبعا دي حاجه كويسه ان هو الراجل يشرك عدد كبير في من الناشئين في النادي الاهلي. طبعا الحته الانسانيه بقى اللي احنا شفناها امبارح دي طبعا كانت قصه ثانيه خالص يعني، موضوع بصراحه بكى الواحد يعني. طبعا موضوع مؤمن ده موضوع صعب جدا 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 على الواحد. يمكن الموضوع كان محدش سمع عنه حاجه خالص، كان متغطي بنسبه كبيره، يمكن لما لحد ما ظهر مؤمن في السوشيال ميديا شويه والحفله اللي راحها او زي المسرحيه تاني مظبوط، حاجه زي كده، الموضوع اتفتح طبعا بشكل كبير جدا. وده يعني ده حاجه مش غريبه عن النادي الاهلي، انه يقف جنب ولاده طبعا ويساعد ولاده ويكرم الناس اللي تعبت جوه النادي الاهلي واشتغلت جوه النادي الاهلي. والواحد بصراحه يعني حتى الموقف بتاع زوجته الواحد يعني دي كان حقيقة. موقف كويس قوي امبارح بصراحه، الناس حتى اتكلمت وشكرت فيها جامد، ان ست بصراحه يعني تستاهل الشكر ان هي واقفه جنب زوجها طبعا في وقت زي دوت، في وقت شده زي دوت، تساعده في كل حاجه، بتقويه طبعا وبتدعمه. الوقت ده هو محتاج كل حاجه نفسيه تبقى حواليه. انا كلمته يمكن في الاول في بدايه الموضوع ده شويه، كان هو يمكن زعلان شويه بصراحه يعني، انا بتكلم بكل صراحه يعني، كان زعلان شويه ان في يمكن ناس هو كان فاكر ان هي تسال عليه وتتابعه بشكل كبير، الموضوع لا ما كانش زي ما هو متخيل. يمكن بعد فتره الدنيا اتحسنت شويه وبدا لا الامور تتحسن معاه شويه، والناس بدات تسال عليه بشكل كبير والناس اهتمت بيه احسن من الاول بكتير. فلا يعني نفسيا طبعا وفرقت معاه كمان، الموضوع ده كل حاجه فرقت نفسيا معاه على المستوى النفسي، وشفنا ربنا يتمم شفاه يعني. شفنا خلال الاسبوعين اللي فاتوا صوره وهو في الجيم، يعني امبارح حتى كان داخل ماشي لوحده شويه. يعني الحاله المعنويه بتفرق جدا جدا، وزي ما انت عارف برضو، ولو اتكلمنا على الحاله المعنويه ازاي بتفرق حتى في لعيب الكوره وهو بيلعب، اكيد هو كمان الموقف صعب، واللي يحس بيه كمان لعيب الكوره اكتر يعني. طبعاً يعني احنا وانت تحس بموقف، طبعا ربنا يبعد المرض عن كل حد، لكن خاصه انت بتحس وهو قاعد في الملعب بيفكر كان نفسي ابقى موجود، كان نفسي يعني الموضوع دوت كان مؤثر. لكن انت بتتكلم في نقطه ايجابيه ازاي يعني، حرمه طبعا الكريمه كانت موجوده وهو كان معتمد عليها طبعا، سندا يعني طبعا. نزل بيه، كانت لقطه حلوه جدا جدا يعني جدا بصراحه دي، يعني دي لقطه انا في اعتقادي من يعني لقطه الاحتفاليه نفسها طبعا يعني. طبعا لا، وزي ما حضرتك قلت هي الحته النفسيه طبعا دي اهم حاجه عن اي حاجه يعني. ما تقوليش بقى هقف جنبه ماديا، هقف جنبه لا، حقيقة. معنويا لازم حته ان اللعيبه اصحابه يبقوا على طول بيتابعوه وعلى طول بيسالوا عليه، مجلس الاداره، اللعيبه الكبيره، اي حد من جوه المجال بيسال عليه، حتى لو ما لعب معاه ما لعبش معاه، بس بسماعه التليفون دقيقه واحده بس، حقيقي. اخبارك ايه يا مؤمن، عامل ايه، طمنا عليك، خلاص الموضوع بالنسبه له. وده اللي انا حسيت ان كل اللعيبه بتعمله، وشفت يعني حسيت ان كل اللعيبه بتعمله من خلال كهربا يعني. انا في دخله مؤمن جون كهربا جه، والمشهد حتى كان في احتفال بروتوكولي صحيح، بس هو انساني، ودول كلهم كانوا جيل واحد. واللقطه بتاعت يمكن ما حدش خد باله منها، لما شال ابن مؤمن بيرفعه وبعدين رايح للدرع، اللقطه اللي حصل عليها دلوقتي جدا يعني مشكله من لا مشكله كانت ممكن تعدي طبعا. فانا حسيت ان اللعيبه وبالذات كهربا، لا يعني
هم جدا قريبين من مؤمن، هم فعلا حابينه، مش بس بيستندوه عشان التلفزيونات والإعلام والتصوير، لا هو كهربا يعني بيتعامل بقلبه قوي. حسيت ده. لا اكيد طبعا. احنا عارفين القصه دي، واللعيبه دي قريبه جدا من بعض يعني. الواحد يمكن مش جيله بس برضو الواحد يعني عاشرهم شويه وعارف عشت الاجواء ديت يعني. عشت طبعا يا كابتن، عشت مع الاجيال كلها الحمد لله. يعني ما شاء الله عليك. انا استمت في الملعب شويه.